بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بسم الله كده وتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. نبدا ناخد نص جديد من النصوص وهو نص العلم حياة. هذا النص للشاعر سابق ابن عبد الله، احد الشعراء الزاهدين في العصر الأموي، والذين كانوا يحثون في أشعارهم على التقوى وعلى الورع وعلى حب الدين وعلى الاستعداد لليوم الآخر والحكمة. وكان العصر الأموي كما نعلم عصر مليء بالصراعات ومليء بالاستقطاب للأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب يريد أن يستقطب الناس ناحيته، يعني قد يشبه العصر اللي احنا عايشين فيه للأسف الشديد، من تقسيمات ومن جماعات ومن آراء سياسية مختلفة ومن هرج ومن فوضى، فوضى بمعنى الكلمة، وكل جماعة تريد حماية نفسها على حساب الناس. فكان العصر الأموي مليء بمثل هذه الصراعات، ولذلك هذه العصور تحتاج إلى الحكماء، تحتاج إلى أصحاب العقول، تحتاج إلى الحكام العادلين الذين يستطيعون أن يمتصوا كل هذه الصراعات بالعدل وبالحكمة وبالصبر. فسابق ابن عبد الله كان في عهد الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز، حفيد عمر ابن الخطاب. وعمر ابن عبد العزيز أطلق عليه الخليفة الراشد الخامس لأنه إيه؟ لأنه أحد الذين يعني استطاعوا أن ينشر العدل. يعني سابق ابن عبد الله يعني ينشر الحكمة ويقول للعلم أو يحث على العلم ويحث على الحكمة. تعالوا نشوف النص بتاعه لأنه طبعا نص للحفظ بعد إذنك. عليش عمر اللي هو في أول البيت بقول إيه بقى؟ تعالوا شوف كده، بتقول سابق ابن عبد الله بيقول له إيه بقى؟ بسم الذي أنزلت من عنده السور، والحمد لله أما بعد يا عمر. بداية ببسم الله والحمد لله، وهي بداية إسلامية ذات طابع إسلامي تشبه إلى حد ما بداية الخطبة. بسم الذي أنزلت من عنده السور، أنزلت طبعا فعل مبني للإيه؟ للمجهول، وفيه إجاز بالحذف كما عرفنا من الإجاز أن من علامات إجاز الحذف أن نجد فعلا مبنيا للإيه؟ للمجهول. بسم الذي أنزلت من عنده السور، يقصد سور الإيه هنا؟ القرآن. والجملة دي كلها ممكن نشيلها ونقول بسم الله، لأنه لم يقل لفظ الله صراحة وإنما كنا عنه. دي اسمها إيه أولاد؟ كناية، كناية عن موصوف وهو الله سبحانه وتعالى. إذن في الجملة الأولى كناية عن موصوف وإجاز بالحذف. جبت الإجاز بالحذف فين يا شباب؟ أنزل. جبت الكناية عن موصوف اليمين يا شباب؟ من عنده السور كلها على بعضها اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. بسم الذي أنزلت من عنده السور، يقصد سور القرآن كما قلنا. والحمد لله، جملة اسمية توحي بالثبات، الحمد لله سبحانه وتعالى. أما بعد يا عمر، يا عمر هنا أما بعد هي معروف أنها جملة مشهورة تدل على الانتقال إلى رأس وصلب الموضوع، ويا عمر هذا نداء للأشباب للتنبيه والتعظيم والنصح والإرشاد، عمر بن عبد العزيز. ونلاحظ أن الشاعر يوجه النصح لعمر، صح؟ هذا يدل على عدل عمر، لأنه لو كان عمر رجلا ظالما باطشا يخرس الألسنة ويقطع الرقاب إذا نصحته لكان سابق ابن عبد الله من الذين آثروا السكوت. يعني كثير من الناس تؤثر السكوت مع هذا الحاكم حتى لا يسجنها أو يقتلها، لكن الغريب أنك ستجد أن عمر بن عبد العزيز كثير جدا من الشعراء ومنهم جرير مثلا نصحوا عمر بن عبد العزيز. والغريب أيضا تلاحظ أنهم كانوا ينادونه باسمه مجردا، لم يكونوا يقولوا يا سلطان المسلمين ولا يا أمير المؤمنين ولا يا ملك مش عارف إيه، وإنما قالوا يقول له إيه؟ يا عمر. هذا يدل على الأمان الذي كان يشعره الناس تجاه عمر ابن عبد العزيز. أما بعد فيا عمر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر. أول حاجة بينصحه فيما يعرف وفيما لا يعرف. الإنسان في أمور يعرفها وفي أمور لا يعرفها، في أمور يخبرها جيدا وهو متعلم فيها وهو له خبرة في الحياة. بقول الأمور اللي انت عارفها دي بقى خليك على حذر فيها،
لا تجعل معرفتك بالأمور تغرك وتظن أنك بلغت فيها المعرفة، بل مهما بلغت من العلم فكن على حذر. ودي أول نصيحة لك ولي ليس لعمر فقط، فبقول له إن كنت تعرف ما تأتي وما تذر، تأتي أن تفعل وتذر تترك. كلمة تذر دي غريبة شوي، الفعل تذر ده فعل مضارع هجر ماضيه. يعني إيه هجر ماضيه دي؟ يعني لم يعد يستخدم ماضيه، يعد يستخدم منه المضارع بس. يعني ما بيقولش عمرك ما سمعت فلان وذر التعليم، صح ولا لا؟ فلان وذر كذا، هو الماضي بتاع وذر. زي بالظبط تدع، الماضي من تدع ودعا، وما برضو ما بنقولش ابدا، ما بنلاقيش كلمه ودع ليه. فلذلك قلنا الفعل تذر مهجور ماضي، فلم يعد يستخدم وذر ولم تعد تستخدم ودع. وهناك افعال في اللغه العربيه يعني يعتبر قريبه من الجامده، لان ما عادش بيستخدم الا مين هنا؟ الا الايه؟ الا المضارع. ما هو الفعل الجامد يعني ايه؟ هو الفعل الذي يستخدم له ايه يا شباب؟ صيغه واحده، لكن ده ممكن يعني نقول شبه جامد وليس ايه؟ جامد، لانه احيانا بيستخدم منه الامر. ذر هذا الشيء او دع هذا الشيء، فاكر تدع جاي منه الامر، لكن المضارع هو اللي ايه يا شباب قلنا اللي هو جامد. ان كنت تعلم، ها؟ ان كنت تعلم ما تاتي وما تذر فكن على حذر، قد ينفع الحذر. هنا الشاعر برضو ما بين امور غريبه جدا، بيقول كن على حذر، احذر، ولكن اعلم وانك وانت تحذر ان الحذر لا ينفع دائما، ينفع كثيرا لكنه لا ينفع دائما، لان هل ينجي حذر من قدر؟ اذا الشاعر هنا فلسفه غريبه قوي، اللي هو الجمع بين العقل والتوكل. العقل في انك عرفت، دي مرحله، وعقل العقل في انك رغم انك عرفت الا انك على حذر ولا تطمئن وتناقش معرفتك دائما، صح؟ وعقل العقل العقل الثالث بقى بتاعك انك ايه؟ بعدما تحذر تعلم انه لا ينجي حذر من ايه؟ من قدر. فدي سلم المؤمن، ان يعرف وان يكون على حذر وان يعلم ان القدر هو الذي يمضي في النهايه. شفتوا الايمان ده؟ فدي ترتيب المعرفة. طيب قد ينفع الحذر، واقفة هنا بقى. قد ماذا تفيد قد في اللغة العربية؟ لا مش على طول، مش على طول، انتوا متسريعين كده الطلقات كده، مش على طول يا جماعة. وساعات تفيد الكسرة، مرحلة بين الشك والتوكيد. قد تفيد الشك إذا أتت سياق الكلام، سياق الكلام هو اللي بيحدد نوع قد. قد زائد ماضي تفيد التأكيد على طول، قد جاء قد حضر خلاص تفيد الايه على طول؟ التأكيد. لكن قد زائد مضارع والمتكلم الله تفيد التوكيد، يعني قد يعلم الله هنا لا تفيد شك، مع ان بعدها مضارع صح، بس المتكلم مين هنا؟ الله سبحانه وتعالى. سياق الكلام هنا بيحتم عليا ان انا اقول ايه؟ في شك هنا، يبقى برضو قد تفيد الايه يا شباب؟ ها التوكيد، صح. طيب لما اقول قد ينفع الحذر، مش كثيرا ينفع الحذر، صح ولا لا؟ كثيرا ينفع الحذر، والحذر ربنا قال لنا خذوا حذركم، مش كده ولا لا؟ إذن الحذر صفة جيدة ولا صفة سيئة؟ صفة جيدة. طب لما أقول لك قد يؤدي الجزع إلى المرض، على فكرة كثيرا ما يؤدي الجزع، الجزع هو عدم الصبر، صح ولا لا؟ إذن هنا قد تفيد الكثرة، صح؟ لكن في سياق تاني، محمد كثير الغياب مثلا، وبقول لك بتسألوني محمد هيجي، أقول لكم قد يأتي. شفت انا جبت سياق بقت فيه تشفير الشك، صح؟ ليه؟ لان السياق بيقول ان محمد كثير الايه؟ اذا قد، اذا اصبح غيابه ايه؟ حضوره ايه هنا؟ مشكوك في امره، يبقى قد تفيد الشك والقله يعني، وقد تفيد الكسره، وقد تفيد التاكيد. تفيد التوكيد في حالتين، اذا كان المتكلم هو الله، واذا كان الماضي، مش كده؟ اما مع المضارع في سياق يفيد الكسره فتفيد الكسره، ومع مضارع في سياق يفيد القله تفيد الايه يا جماعه؟ الشك. هنا بقى تفيد الايه؟ كسر. طب ليه ما نقولش التوكيد يا استاذ؟ هقول لك، ما في ناس بتقول التوكيد. هل الشاعر من الادب ان يقول اكيد ينفع الحذر، ام ان الشاعر يريد ان يقول ان هناك قدر؟ اذا كثيرا ما ينفع الحذر، صح؟ تاني، لو اكد ان الحذر ينفع، هذا ضد فلسفه الشاعر، لان الشاعر يريد ان يقول ماذا؟ ها، ان الحذر ينفع ولكن هناك ايه قلنا؟ قدر. اذا في احتمال للحذر ولا ما فيش احتمال؟ في احتمال، مش اكيد، صح؟
يبقى ده لذلك هنا سياق كل يا جماعه نظريه السياق دي نظريه اصلا مهمه جدا في اللغه ونظريه بيتحدد عليها اشياء كثيره جدا. فلذلك هنا اخترت قد تفيد الايه يا شباب قلنا الكثر. لكن ان كنت تعلم ان هنا للشك والربط بس هنا للربط ده شرط للربط لمجرد الربط بين الجملتين دي ده شرط. فين فعل الشرط؟ ان كنت تعلم صح ولا لا؟ فين كنت مش كده؟ لا يبقى فين فعل الشرط هنا يا شباب؟ ها كنت مش تعلم. تعلم دي خبر ايه؟ خبر كنت. ان كنت تعلم ما تاتي وما تذر في الجواب الشرط فكن على حذر. الفرق دي وقع في جواب الشرط وجواب الشرط جه في صوره جمله فعل امر عادي جمله طلبيه. جواب الشرط يجوز ان ياتي جمله ايه يا شباب؟ جمله طلبيه. يبقى بالراحه كده تاني اداه الشرط ان لربط الجملتين مش كده؟ وفعل الشرط كنت وجواب الشرط يا شباب كن. ده ما فيش افعال مضارعه يا استاذ. اه عادي يعني كنت دي فعل ماضي صح؟ مبني صح؟ اي فعل ماضي ايه يا شباب؟ اي فعل ماضي ماله؟ في محل جزم عادي مش هو مبني؟ بس انا ما اقدرش اجزمه لان الفعل الماضي دايما بيبقى ايه؟ مبني. فبقول ايه بقى؟ ها فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط. طب فكون على حذر دي بقى دي جمله جواب الشرط. هي دي جمله جواب الشرط بقى اللي في محل جزم. ما هو انا مش 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 انت بتجزم حاجتين صح ولا لا؟ طب ما هي عايزه تجزم حاجتين يبقى جزمت مين هنا؟ الفعل الماضي وجزمت جمله جواب الايه؟ الشرط. الجمله كلها على بعضها في محل جزم. ان كنت ها تعلم ما تاتي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر. طبعا هنا واضح ان هنا هل في ايجاز؟ ايجاز بالحذف مثلا؟ احنا قلنا انزلت صح؟ ايجاز بحذف الفعل ده فعل مبني المجهول. طب في حاجه ثانيه؟ والحمد لله اما بعد يا عمر ان كنت تعلم ما. تعلم ده فعل متعدي صح؟ مع المفعول بتاعه المهم ما دي خلاص جاي له مفعوله. طيب وبعدين قال ايه؟ تاتي. تاتي اه بالظبط تاتيه مش كده؟ لا يبقى في مفعول بيه محذوف هنا. طب وتذر؟ تذره تمام. يبقى هنا حذف. يبقى ثلاثه حذف هنا في اول بيتين اهو. خلي بالك بقى عشان ايجاز ما تقول لي توريه ولا تقول لي بتاع بقى. الايجاز عايز عقل اكبر لان الايجاز ده عايزك تبقى فاهم الجمله كويس قوي بتستحضر معاك اللي هم العشر ادوات بتوع الحذف اللي انا شرحتهم في الايجاز والحذف. ايجاز الحذف في عشر ادوات تقدر تعرف او عشر وسائل بتقدر تستكشف بيهم الحذف مش كده؟ فهنا مفعول به محذوف لمين؟ لتاتي. ومفعول به محذوف لمين؟ لتذر. وعندك الفعل محذوف مع مين؟ مع انزل. واستخبر الناس عما انت جاهله. البيت اللي بعديه بيقول له كده واستخبر الناس عما انت جاهله. ايه اللي انتقل للفكره هنا؟ انتقل مما لا مما يعلم لما لا. فماذا يصنع فيه؟ هل يسكت؟ لا. اياك يا عمر ان تسكت على جهلك. فكل انسان فينا فيه جهل. فماذا اصنع عندما اكون جاهلا؟ في ناس بقى بتعمل ايه؟ تصمت على جهلها وفي ناس تفترض من عقلها وفي ناس تسال. من خير الناس؟ من خير الجهال؟ الذي يسال. وربنا امرنا كده. قال ايه؟ ها؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وعلمائنا وحكمائنا قالوا السؤال مفتاح العلم. السؤال مفتاح العلم. اذا من لا يسال لن يتعلم. من لا يسأل فلن يتعلم. كأن العلم خزنة كبيرة مش كده؟ خزانة كبيرة ولها باب صلب. وما المفتاح لهذا الباب؟ آه السؤال. أن أسأل. إما أسأل كتابا مش كده؟ قد أسأل قراءة أبحث عن المعلومة. وإما أسأل أستاذا وإما أسأل حكيما مش كده ولا لا؟ فلذلك قال له إيه؟ إحنا كلنا نتعلم إيه دلوقتي يا شباب؟ ما نخجلش من السؤال. ما استحى ما تعلم من استحى. ما تعلم من استحى. يعني تستحي تسأل؟ ساعات طلاب كتير جدا بيجي لهم الحاله دي في الحصه يقول لك لا انا هسأل احسن اقول عليها ان انا عبيط ولا حاجه ولا اقول ان انا جاهل ولا اقول ان انا غبي ولا حاجه. اسأل ايه يا عم التريقه علي؟ الاحساس ده لو عندك اصل انا بتكسف بس اسأل قدام المجموعه. ايه يعني ايه تتكسف؟ تتكسف تسأل ومش مكسوف انك جاهل؟ عادي يعني؟ يعني انت مش مكسوف انك جاهل عادي وبتتكسف تسأل؟ فلذلك كله واستخبر الناس. طبعا لا يقصد هنا الناس كلها. وانا ما يقصد منها ايه؟ المتخصصين يعني. الناس اللي هم المتخصصين. كلمة الناس ساعات تطلق على الناس كلها وساعات تطلق على الذين قال لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم صح ولا لا؟ ان الناس قد جمعوا لكم. لا مش كل الناس يعني. الناس اللي هم المين يعني؟ الاعداء يعني. فكلمة الناس ساعات تطلق
على العموم زي ربنا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم يودي كل الناس، لكن كلمة الناس هنا للإيه؟ للتخصيص أي العلماء يعني. واستخبر الناس عما دي يعني أمرأي عن ما مركبة من عن حرف جر زائد إيه؟ ما. فالنون والميم قريبين من بعض، فعشان كده الواحد إيه؟ إضغمت حاجة اسمها الإضغام في اللغة العربية. يبقى عما دي جر مجرور عادي جدا. عما تساوي إيه يا شباب؟ ها؟ عن ما. عندي حرف جر والما دي إيه؟ اسم مبني في محل جر. عما أنت جاهله اسم فاعل ده صح؟ عما تجهله يعني. وإذا عميت بقوله إذا عميت فقد يجل العمى الخبر. إذا عميت عفوا، إذا عميت عميت هنا يعني جهلت، وهنا يعني ربط جميل بين العمى والجهل أو عدم المعرفة، لأن هناك بصر العين وبصر القلب. فالعين المبصرة ترى الطريق فتمشي، والقلب العالم يرى الطريق فيصل. القلب العارف، القلب العالم الذي يتعلم، لذلك ربنا قال ايه؟ انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا كده يعني هناك من العميان من يرون الاحداث ومن يعرفون الامور اكثر من ذوي العيون، ويكون نظره 6/6 كمان، وتلاقي نظر انسان طائش وانسان احمق وانسان عمال ماشي غلط في طريق ضلال. إذن الشباب هناك البصر وهناك البصيرة صح؟ فما الذي يقوي البصيرة؟ العلم والسؤال والاستخبار والشوق إلى المعرفة ومحاولة دائما مجالسة العلماء ومجالسة الحكماء. وأظن إحنا في عصر الاتصالات يعني ما أسرع وأسهل أن تجالس العلماء، ولكن تختار العلماء لكي يكونوا بالفعل علماء. فلذلك يقول إذا عميت، ها إذا عميت فقد، بس برضو رجع لقد تناول، فقد يجل العمى الخبر، برضو كسرة الخبر هو العلم والعمل هو الجاهلية صح؟ برضو الكسرة. ليه؟ لأن الشاعر يريد أن يقول أن العلم الكامل عند الله سبحانه وتعالى، وأن الحقيقة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى، ولن يدرك الإنسان كل الأمور بحذافيرها إلا عندما يموت. أما وهو في الحياة فكثيرا ما يزيل الجهل هذا الايه؟ هذه الاخبار التي تجل الايه؟ العمى، مش كده؟ طب لما اقولها الحاكم برضه، هل شرط العلم اللي هو العلم الديني او العلم الدنيوي؟ لا، ممكن العلم بالامور حتى لا يصدق. يعني عندما تاتيه بعض الاخبار لابد ان يتاكد من صحتها، صح؟ مش ربنا كده؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهنا يأمره كحاكم ألا يصدق كل ما يسمع، بل عليه بالتقارير، مش الواد البلد قبل كده، التقارير الخاطئة التي كانت تصل إلى الرؤساء وإلى ذوي الأمور، تقارير خاطئة عن الوضع في البلد. فما الذي حدث؟ انهارت الكثير من الأمور التي كادت أن تضيع البلد كلها والدولة كلها. فلذلك لابد للحاكم أن يستخبر وأن يعرف. لذلك تلاقي في كل الدول جهاز اسمه جهاز إيه؟ المخابرات، الذي يأتي بالأخبار سواء الأخبار العسكرية أو الأخبار العالمية أو أول الآخر. وبعدين يبقى استخبر ده فعل أمر صح؟ ده فعل أمر، وكون قبل كده كان إيه؟ كان فعل أمر، ويا عمر كان نداء، مش كده؟ ده بنسميه إيه عندنا بقى؟ النداء والأمر ده بنسميه أسلوب الإداء يا شباب، إنشائي، وكلهم غرضوا من النصح والإرشاد والتنبيه، لأن المقام هنا مقام إيه يا شباب؟ مقام تنبيه. واستخبر الناس عما أنت جاهله إذا عميت. طبعا عميت هنا فيها تشبيه، تشبيه ليه؟ لأنه يقصد إذا جهلت، مش كده؟ لا بصوا، هي استعارة صحيحة مش تكونوا فاهمين، يعني أنا بقولها تشبيه كده عشان أنتوا إيه يعني مش عليكم حكاية الاستعارة الصحيحة في الفعل. يعني المفروض هنا إذا جهلت، مش كده؟ فشبه الجهل بالإيه؟ بس الاستعارة بتدور في الفعل هنا مش في الاسم. خلي بالك أنا كده شبهت عميت، شبهت جهلت بعميت صح؟ مش شبهت محمد بالأسد، لا، أنا شبهت فعل بإيه؟ وحذفت الفعل. ففي جملة كده بتقول لك في البلاغة طالما دارت الاستعارة في الفعل فغالبا تكون استعارة تصريحية. يعني ديت ممكن تعملها على استعارة الايه؟ التصريحية، على اساس مشبه العمى بالايه؟ او شبه الجهل بالايه يا شباب؟ بالعمى. يجلو العمى الخبر، لا استعارة مكنية. فيها الخبر استعارة مكنية، يعني ايه يجلو؟ عارف يجلو يعني ايه؟ عارف الراجل اللي بيجيب الصاروخ ويجلي البلاط؟ يعني ايه يا ولاد؟ يشيل الايه؟ يشيل الطبقة السيئة دي من فوق البلاط عشان البلاط يرجع تاني ايه؟ يلمع. فيجلو العمى، كأن العمى ده بقعة مش كده؟ والخبر ده ايه؟ مزيل لهذه البقعة. يعني انا لو جيت قلت شلنا البقعة بمسحوق،
ماشي. هنا برضو قال كده شال العمى بالخبر، يبقى كم استعارة؟ صح، شبه الخبر كأنه المسحوب اللي حيشيل البقعة دي، وشبه العمى ده كأنها بالإيه؟ بالبقعة السيئة التي تزال. يبقى عندي كم استعارة كده؟ استعارتين. وفي تقدم وتأخير طبعا، لاحظ كده يجلو العمى الخبر. اصله كان يجلو الايه؟ الخبر العمى، يعني هنا القصر تخصيص. اي تقديم يفيد يا شباب القصر والتخصيص. والالف والسين والتاء بالمناسبة في استخبر للطلب. استغفر يعني ايه؟ اطلب الغفران. استغفر يعني ايه؟ ها اطلب. استرحم يعني ايه؟ استخبر يعني ايه؟ فهمنا؟ فالف والسين والتاء غالبا بتبقى بتدل على ايه؟ على الطلب. ومن يطلب الجور لا يصفر بحاجته. اللي يطلب ويكون هدفه الجور، الجور مجاوزة في حد، والجور الظلم. ومن أراد أن يصل إلى ما فوق طاقته أو يصل إلى ما ليس بحقه فلن يصل. سيد ليه؟ إحنا بنشوف الناس بتصل، بس هل بيستمر في الوصول؟ هل وصول آمن مستقر، ولا هي مجرد فتنة ثم يرسل الله إليه في جهنم؟ شو لك الصعود للهاوية؟ تأمل الاسم ده، الصعود للهاوية. أهو كده اللي بيطلب الجور كده، الصعود للهاوية، والعياذ بالله ربنا يعزنا. هو شكله بإيه؟ بيصعد، لكن هو في الحقيقة رايح فين؟ للهاوية، والعياذ بالله. اوعى تكون بتصعد للهاوية، اوعى. اللي بيشرب سجاير والله ايوه والله يشرب سجاير، ده صعود للهاوية. ما هي النهارده سجارة، بكرة اتنين، بعد كده مش مكفية، يعني كده نشوف أي حاجة بقى جنب السجارة. ما هو مزاج بقى، المزاج بدأ. ثلاث بل ومن يطلب الجور لا يظفر بحاجته. على فكرة طبقتها على حاجة بسيطة لكن هي في كل الأمور. ها من يطلب برضو استشارة صح؟ في الأداء من؟ في الفعل يطلب، في الجواب لا يظفر بحاجته. يظفر العنان يعني. وبعدين بيقول له وطالب الحق قد يهدى له الظفر. طالب الحق أي الذي يريد الحق، زي سلمان الفارسي زمان رضي الله عنه وأرضاه. في قصة سلمان، سلمان الفارسي ده كان واضح من اسمه أنه فارسي أصلا مش عربي، وكان ابن يعني أمير، يعني كان عايش حياة القصور يعني، ومع ذلك لقى قوم بيعبدوا الإيه؟ نار، مجوس. فرس كان مجوس قبل الإسلام، فما دخلش في دماغه موضوع النار ده خالص، وعارف ان الكهنه دول كلهم نصابين وكلهم. فخرج يطلب الحقيقه، يبحث وطاف بلادا وعانى الفقر وعانى السفر وعانى العبوديه وعانى كل ما تراه، الى ان اهتدى بمن؟ وصل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. واول ما شافه برضه ما صدقش انه نبي. لما راح له قعد يسال الرسول عليه الصلاه والسلام شويه اسئله كده كان هو عارفها من اليهود والنصارى، فالرسول فضل يجاوبه. فسلمان سكت كده لان في حاجه كان عايز يتاكد منها اخيرا بس محرج مكسوف. قال فالرسول ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا سلمان اتريد ان ترى ماذا يرى؟ فاستحى سليمان وسكت. قال اذا ها هي. فراح كشف له كتفه الشريف في النبي صلى الله عليه وسلم، وحمه كده في كتفه، شامه كده، هذه من علامات النبوه، من علامات النبوه صلى الله عليه وسلم. فساعتها بكى سلمان الفارسي وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ظفر سلمان بالحقيقة ولا لا؟ بعد رحلة البحث الكبيرة الطويلة عن الحقيقة، مش كده؟ مصطفى محمود من رحلته من الشك إلى الإيه؟ إلى اليقين، مش كده؟ فضل يدور وألحد، وبعدين هو مش قال، هو الراجل قال لك أنا هعيد القضية من جديد، هو ما ألحدش ولا حاجة، والراجل قال لك أنا إيه؟ أنا هفكر، أنا مش هأمن لأني وارث الدين عن أبي وعن أمي. فلذلك وصل إلى الحقيقة، صح؟ ربنا بيقول في القرآن إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا بيقول كده، اللي جاهدوا فينا يعني ايه؟ هو بيصلي بس لسه يعني الموضوع مش محسوم جواه، هو بيحاول يزكي بس يعني الدنيا لسه العقيده ما سبتتش، مش كده؟ اللي بيجاهد ده ربنا يعمل فيه ايه؟ هيثبت له يقينه، صح؟ اذا طالب الحق قد يهدى اليه الظفر، الظفر يعني النوال، ينال ما يريد، صح؟ بس ليه قال قد يهدى؟ قد يهدى، لان الله اعلم هيكمل ولا لا، صح؟ وبعدين هل انا اقدر كانسان ااكد ان البني ادم ده هيهتدي؟ لا، صح ولا لا؟ لذلك ده حاجه ان ربنا هو اللي عالم بالضال، هو مش ان ربك اعلم بمن ضل ومن ايه ومن اهتدى. انا كانسان اقدر اكد انه اهتدى؟ اذا قد هنا لا تفيد التاكيد مره، حسب سياق وورع وتقوى الشاعر، صح كده؟
قد يهدى إليه الظفر. لأن دي حاجة بتاعت ربنا أنا ما أقدرش أكدها. ربنا هو اللي يأكد بقى أنا ما أقدرش أكدها. قد يهدى كثيرا ما يحدث قدامي. واضح إن كلمة يهدى مبني المجهول صح؟ يبقى امسك ها إجاز بالحسب عشان لما يقول تطلع إجاز بالحسب. وفي الهدى عبر تشفى القلوب بها. الهدى هنا القرآن يعني. القرآن الهدى كناية عن القرآن. عبر كلمة عبر طبعا دي كلمة يعني مغرية جدا للمدرسين يحطوها في الامتحانات. لماذا؟ لأن أولا هي متتشابه مع كلمة عبرات. في عبر وفي عبرات. العبرات هي الدمعة دموع التي تنزل من العين اسمها عبرات مفردة عبره بفتح العين عبره بفتح العين. الدمعة مفردة ايه؟ عبره. لكن العبر اللي هي جمع عبره يبقى مفردة بكسر العين مفرد عبر اللي هي مواعظ. يعني كلمة عبر هنا بمعنى ايه؟ مواعظ وحكم. مفردة ايه بقى؟ ها اذا اللي مفتوحة مفردها مفتوح واللي مكسورة مفردها مكسور صح؟ يعني عبر مفردة ايه؟ عبرة. لكن عبرات مفردة ايه؟ عبرة. عشان بيجيب لك الاثنين شكل بعض بالظبط. طب لو جملتين جنب بعض في جملة يبقى جناس ناقص ولا جناس تام؟ ناقص. لان الجناس لو اختلفوا في التشكيل حتى يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه هنا جناس. وفي الهدى عبر. خلي بالك ده تقديم تأخير. لما تيجي تعربها تقول لها مبتدأ مؤخر. اصل الكلام عبر في الايه؟ ودي من اساسيات النحو انك تدرك التقديم والتأخير. وفي الهدى عبر تشفى القلوب بها. صحيح وربنا أكد. ربنا وصف القرآن بأنه هي ولاد شفاء. شو لك الشفاءين؟ ما هما الشفاءان؟ العسل والقرآن. ربنا قال كده على العسل فيه شفاء للناس. وربنا قال على القرآن ننزل ما فيه شفاء. صح ولا لا؟ القرآن نفسه ربنا قال عليه ايه؟ شفاء. يعني انت لو مريض مكتئب حزين عرفان ما تروحش تقول اعمل ايه؟ اقعد اقرا. فده ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله فتح عليك والله بقيت زي الفل باذن الله طبعا. بس بلاحظ كلمه ايه؟ ها تشفى مبني للايه؟ امسك ها اجاز بالحاس. وفي الهدى عبر تشفى القلوب بها كالغيث مش كده؟ ينظر عن وسميه الشجر. ايه بقى الكلام ده بقى؟ ينظر من النضاره اللي هو لمعان الخضار اللي هو الأخضر اللامع الجميل الزاهي ده. وسميه ايه وسميه دي؟ الوسمي هو المطر في الربيع. لما ينزل المطر في الربيع اسمه ايه؟ الوسمي. اصل المطر ده عند العرب ليه اسماء كتير قوي. منه الغيث ومنه المطر ومنه الوسمية واسماء كثيرة اخرى. والعرب كانت الاشياء المهمة في حياتها تعدد اسماءها. يعني السيف تلاقي اسماءه كتير قوي. السيف والحسام والمهند. الحرب تلاقي لها اسماء كتير عند العرب. الحرب والدروس والمعمعة. المطر عشان مهمة عند العرب تلاقي برضو ايه؟ ليه اسماء ايه؟ كثيرة. فلذلك المطر هنا بقولك عن وسميه الشجر. يعني ايه اللي بيحصل؟ استنى بقى لا كده استنى لو سمحت. يعني القرآن بيشفي القلب ويخليه حلو كده وجميل وناضر كده زي ما ايه بالظبط؟ زي ما المطر بينزل في الربيع يخلي الشجر ناضر حلو جميل في احلى حالات عطائه مليء بالثمر. فكأن كلمات القرآن عندما تنزل على قلب العبد المؤمن تثمر فيه التقوى والورع والسعادة والفرحة والرضا والقناعة كما ينزل المطر على الشجر فيجعله يثمر. تشبيه تمثيلي من الآخر. شبه حالة القلوب وهي تتأثر بالقرآن وتمتلئ سعادة وفرحة بحالة الشجر الذي ينزل عليه المطر في الربيع فيجعله مثمرا ناضرا حلوا. وعلى فكرة ده برضو تأثر بالقرآن. يعني القرآن كثيرا ما يربط بين أحياء الأرض وأحياء القلوب. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كده مثل ما بعثت به والناس فيما معنى الحديث طبعا إنه زي الغيث أو المطر بينزل على ثلاث أنواع من الأراضي. المطر قد أصاب أرضا خصبة فأينعت وأخرجت الزرع فانتفع به الناس والطير والحيوان. مش كده؟ ومثل ناس تانية لما تسمع كلام الرسول ما يعملش بيه بس ينقله. زي المطر ما ينزل على أرض صلبة، الأرض الصلبة ما تستفعش بيه بس الطير والحيوان يشرب منه. وفي ناس زي الأرض الرملية يسمعوا كلام الرسول وكلام ربنا ولا كأنه سمع حاجة
لا انتفع به ولا نفع به. يا ترى انت بقى عقل خصب ولا عقل صلب ولا عقل رملي؟ هو الرسول اللي قال كده مش انا عليه الصلاه والسلام. عندما تسمع انظر ماذا تحدث الكلمات فيك، هل تثمر وتؤتي ثمره ام هل تنقلها فقط فتنفع غيرك ثم تطرح انت في النار، ام لا تنفع ولا تنتفع؟ شوف بقى انت مين. ومن الهدى عبر تشفى القلوب بها كالغيث. بص السماء هنا المره دي الغيث، والغيث يكون المطر المهم مش مطر عادي كمان. ينظر عن واسميه الشجر وليس ذو علم بالتقوى كجاهلها. صحيح التقوى هنا مفروض ان هي ما تفعل وما تذر، مش كده؟ الان هل يا جماعه واحد عارف امور دينه وعارف الحلال من الحرام وعارف عقد البيع وعارف الربا وعارف التيمم وعارف الوضوء وعارف القصر وعارف الاركان العقيده السليمه زي واحد جاهل بها؟ طبعا لا. إذن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. من أراد الله به خيرا يعني من علامات الخير بك إنك بتسأل الحلال والحرام، أنت بتسأل على الصح والغلط، ينفع كده ولا ما ينفعش، ده حلال ولا حرام، بتسأل مش مجرد ورثت شوية أشياء وماشي عليها، لا بتسأل وتبحث وتشوف الأمور اللي اختلف فيها العلماء فيكون لك فيها سعة. أما الأمور التي لا يختلف فيها العلماء فليس فيها أي إيه أي سعة، فدي الأمور يبقى ليس لذلك ربنا يقول يا أولاد يعني ليست الظلمات كالنور، صح؟ فيما معنى الآيات مش كده الآن؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فواضح ان كل ابيات وتعبير متخذه منين؟ من القران الكريم. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا طبعا. فلذلك بص قال ايه؟ وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصر كاعمى ما له بصر، صح؟ ولا البصير. ولا البصير كاعمى ليس له بصر، صحيح. لا يستوي المبصير والاعمى، مش كده الآن؟ لا تستوي الظلمات ولا النور. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهله ولا كأعمى ما له بصر. هنا بقى بقول لك نوع الصورة تقول لي تشبيه، صح؟ تشبيه والله تشبيه. أستاذ ده بقول ليس كاه، ده نعمل فيها ايه المشكلة دي؟ بقول لك ليست البنت كالقمر، هو تشبه البنت بالقمر؟ مش ده هو بقول لا مش زي القمر. طب اعمل ايه دي فيها؟ دي رخامة دي، طب اعمل فيها ايه دي؟ اقول لك تعمل فيها ايه؟ هي فيها الرخمة والله بجد يعني. اقول لك تعمل فيها ايه؟ تقول شبه البنت بالقمر ثم نفى ذلك. انت فاهمينا؟ ما هي فلسفه بس يعني، هي دماغ، عايزه دماغ بس. فهنا تقول ايه؟ شبه الاعمى كالبصير ثم نفى ذلك. ده اسمه التشبيه المنفي، دي ظاهره في اللغه، فكويس ان انا ايه افتكرت اقولها لكم علشان لما تجي لك اصل انت تقول شبه كذا بكذا وانت مش مقتنع اصلا انه شبه كذا بكذا، بينفي. يبقى لما في الحاله دي يقول ايه؟ ها شبه الاعمى كالبصير ثم ايه يا شباب؟ ثم نفى ذلك. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طب ده إذا ليس مش معقول أبدا صاحب المعرفة زي الجاهل. وبعدين بقول إيه؟ والرشد نافلة تهدى لصاحبها. نافلة يعني يا أولاد زيادة هبة. الرشد معنى الحكمة. هل كل الناس حكيم؟ لا. ده ربنا قال في القرآن إيه؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صح؟ وربنا يقول ايه؟ وآتيناه الحكمة، صح؟ شفت؟ يؤتى وآتيناه. إذن الحكمة هبة من الله يعطيها لمن يشاء، اللي ربنا شايف انه يستحقها بيديها له. لكن المال والرزق بيديه الكل، صح ولا لا؟ يبقى إذن هل الحكمة سهلة كده الوصول إليها؟ هل تكون حكيما صاحب رأي صاحب عقل ترى الأمور تدفع وقت الاندفاع وتحجم وقت الإحجام وتسكت وقت السكوت وتتكلم وقت الكلام ومهما بدت الأمور لك غير صحيحة تعلم أن وراءها حكمة؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام يا أولاد حينما سئل موسى عليه السلام من أعلم أهل الأرض يا موسى؟ فقال موسى أنا، ولم يرد العلم إلى الله أو لم يقل إن شاء الله. فأراد الله أن يعلم موسى درس. موسى كليم الله، موسى في حد كلم ربنا غير موسى عليه السلام؟ قال يا موسى إن هناك من هو أعلم منك. قال أين يا ربي؟ قال هناك في بلد كذا في منطقة كذا فاذهب إليه، هو الخضر عليه السلام. فقطع سيدنا موسى عليه السلام مشوارا طويلا جدا ورأى في رحلته مصاعب كثيرة جدا حتى وصل إلى من؟ إلى هذا الرجل الصالح اسمه الخضر. فلما وصل كان رجل مباركا صالحا، ربنا قال وآتيناه من لدنا علما. يعني الخضر ده متعلم من على ايد مين بقى؟
ربنا سبحانه مش بوحي ولا بأي حاجة خالص، ده العلم اللدني اسمه علم من الله مباشرة. فراح لسيدنا الخضر عليه السلام، شوف الحكمة بقى، فموسى قال له أنا هتبعك عشان تعلمني، فالخضر اشترط عليه قال له طيب لو اتبعتني تسألش هتشوف حاجات غريبة ما تسألش عليه. فسيدنا موسى قال له ماشي هاجي معك. فركب السفينة معاه، أول ما ركب السفينة كانوا عمالين هيطلع عينهم أصلا عشان يركبوا السفينة، كل ما يشاور الحد ما يقف، غطنا شوية مساكين كده معهم مركب بسيطة كده وقفل. فرح سيدنا الخضر ركبه هو مين؟ هو سيدنا موسى. الخضر أول ما ركب السفينة قام جايب أدوم كده، قام جايب على حتة لوح كده في السفينة، قام دب قام كسره. يا عم بتكسره ليه؟ سيدنا الخضر قال له لا عشان تقول لك ما تسألش. قال له طيب خلاص يعني كيف تصبر على ما لم تحب خبره؟ قال له ماشي أنا مش هسأل معلش المرة دي. عدوا الناحية التانية، سيدنا الخضر وسيدنا موسى لقى غلام صغير. قام الخضر عامل إيه؟ مسك الغلام قام قدم. مش كده؟ سيدنا موسى ده قتل ما قتل غلام. وبعدين عدى شوية سيدنا موسى قال له أنت بتقتله ليه؟ قال له شفت برضه بتسأل أهو. قال له طب خلاص آخر مرة مش عايز. راحوا قرية قرية بخيلة بخيلة لدرجة عمرك على عمري ما شفت كده. تخيل أنت نزل البلد وعطشان وعدى على واحد يقول شوية ماء أشرب يعني. قال لك مش هنا مفيش. فسيدنا الخضر عامل إيه بقى؟ هم جعانين وعطشانين والرحلة طويلة وطويلة والقرية ما تستاهلش إن حد يعمل فيهم خير. لقوا جدار هيقع. فواضح فرح سيدنا الخضر عامل إيه؟ قال لموسى هات يلا الطيب والطوب والطين ويلا عشان نبني الجدار ده. بقى تصلح لهم في القرية؟ عايز تبني لهم الجدار وهم بيعملوا كده؟ فسيدنا موسى قال له لا بقى ليه؟ يعني لو شئت اتخذت عليه أجرا يعني أنا معترض على اللي أنت بتعمله يعني. فقال هذا فراق بيني وبينك بقى. خلاص أنا هفهمك بقى. السفينة دي أنا كسرتها عشان كان جاي ملك بياخد كل ملك داخل حرب فبياخد السفن كلها غصب عن عين الناس. فلما الجنود شافوا السفينة مكسورة ما خدوهاش. يبقى هو باللوح ده عمل ايه؟ نجل ايه؟ السفينه كلها انها تؤخذ وكانت المساكين يعملون في البحر لان الناس غلابه. طب والغلام؟ في علم الله الذي اعطاه للخضر ان هذا الغلام عندما يكبر سيرهق امه واباه لانه غلام سيء. غلام كفور قد يعني يسبب لهم المرض والتعاسه والحزن فقتله. وربنا يدي لهم خيرا منه صح؟ طب والجدار؟ الجدار ما كانش بيعملوا اصلاحا للقريه، ده كان تحت الجدار كنز. الكنز ده بتاع مين؟ بتاع غلمين يتيمين وكان ابوهم رجل صالح. فالجدار لو وقع اهل القريه هيستفيدوا بالايه؟ بالكنز. يبقى هو كده استفادهم ولا ضرهم؟ ضرهم. فاد اهل القريه؟ فاد اهل القريه ولا خبى عنهم الكنز؟ اذا كل الامور كانت تبدو امام موسى غلط مش صح، ومع ذلك يعين الحكمه ولا لا؟ يعني اكتشف انت في حياتك بقى تتعلم ايه من القصه دي؟ ان قد تبدو امور امامك ايه اولاد كتيره ايه غلط مش فاهمها مش عارفها، بس اصبر شويه كده هتعرف الايه الحكمه وراء. فلذلك الحكمه بيقول لك والرشد نافله. عكس النافله ايه اولاد؟ الحق او الاساسي صح. النافله دي زياده الهمه يعني تهدى برضو فعل مبني للايه؟ يبقى جذب الايه ماشي تهدى لصاحبها. يعني ايه صاحبها هنا؟ من يستحقها يعني مش لاي حد كده. فاذا اردت ان تكون حكيما فاتق الله. وبعدين بيقول له ايه؟ والغي يكره منه الورد والصدر. الغي الضلال، الورد الذهاب، الصدر الرجوع. بيقول لك اكره ذهابا ورجوعا يعني في كل حي في كل وقت. ما معنى كره الشيء ذهابا ورجوعا؟ عطف التضاد في اللغه العربيه فيه الشمول والعموم، دي قاعده بلاغه مهمه. عطف التضاد يفيد الشمول والعموم. يعني احب الناس الابيض والاسود، قصدي يعني كل الناس. اخبرت المدينه قصورا واكواخ، دي ايه دي الشمول وايه يعني كل قصر وكل كوخ يعني كل الناس يعني فهمت المعنى. يبقى عطف التضاد يفيد ايه؟ الشمول والعموم. طب لو عطف ترادف انت كريم وسخي في التاكيد. ما هو الترادف بعطف كلمتين بمعنى واحد على بعض، يبقى ده نوع من يعني حاله من حالات التوكيد باكد يعني. يبقى عطف التضاد شمول بابو، عطف الترادف ده قاعده بلاغيه مهمه. طب افرض بقى حلو الكلمتين عطفتهم على بعض لا ترادف ولا تضاد، احب اخي واصدقائي تنوع برافو في التنويع. تاني يا شباب لما اقول احب الاهل والاصدقاء انا اشوف اقول لك ماذا افاد العطف. السؤال بيجي كتير، السؤال ده بيجي كتير، ماذا افاد العطف؟ الاقي الكلمتين لا بينهم تضاد ولا بينهم ترادف. ما الأصدقاء مش هم الأهل والأهل مش عكس الأصدقاء صح؟
يبقى بينهم ايه كده بقى اسمه ايه؟ تنويع. طب هنا بقى بقول لك يكره منه الورد والصدر، يعني الذهاب والرجوع. ورد يعني ذهب، وصدر يعني رجع. يبقى في الكلمتين عكس بعض صح؟ إذن الغي مكروه في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. ما معنى الغي قلنا؟ الضلال، الضلال مكروه. طبعا في مقابلة طبعا ما بين الاثنين، ما بين الحكمة التي تهدى إلى الصاحب وهي محببة، وبين الغي الذي يهلك صاحبه وهو مكروه. والذكر فيه حياة للقلوب. ما معنى الذكر؟ الذكر قد يكون ذكر اللسان، وقد يكون ذكر الجوارح، وقد يكون ذكر القلب. ذكر اللسان أن تسبح، أن تستغفر، أن تأمر بمعروف، أن تنهى عن منكر، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر. طب أن تصلي، أن تركع، أن تسجد، أن تكبر، أن تمشي في حاجة أخيك، أن تمر برجل عجوز، أن تحمل عنه شيئا، ذا ذكر بالجارحة يعني بجسمك. أنت كده بتبذل مجهود بإيه؟ بجسمك. هذا ذكر الجسد كويس. أما ذكر القلب هو إن صمت لسانك وهدأت جوارحك فقلبك يذكر الله عز وجل، يسبح ويسأل ربنا. عمران كده مش فاكر ربنا، بتنسوش. فهمت يعني الذكر؟ أهو ده حياة القلوب بقى. لذلك الرسول عليه السلام وصلنا قوي 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 بالذكر الأولاني اللي هو ذكر اللسان، اللي هو قال إيه؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني إيه رطبا؟ أنت كل ما تقول سبحان الله سبحان الله إيه اللي بيحصل؟ اللعاب بيجري صح ولا لا؟ كل ما الواحد بيتكلم اللعاب بيجري. فالرسول عليه السلام علمنا ايه؟ ايه علامه انك انت بتسكت؟ ان لعابك يجري على ايه؟ على لسانك، نتيجه انك ايه؟ تسبح. في حياه الايه؟ اذا العكس صحيح صح؟ عدم الذكر فيه ايه؟ موت للقلوب. ما معنى القلوب هنا؟ العضله النابضه التي تضخ الدم؟ لا، القلوب هنا هي العقل والفهم والاحساس والشعور. قلوب الانسان يتميز بها عن كل المخلوقات. إذن الذكر يحيي القلب. هيرجع تالي نفس الصورة اللي قالها قبل كده، كما يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر. وربنا قال كده في القرآن، ربنا دايما يجيب آية المطر وإحياء الأرض وبعد يقول لك إيه ربنا بعد كده ويحيي الله القلوب، مش كده؟ يعني ربنا سبحانه بيحيي القلوب بالذكر وبقرآنه، كما تحيي البلاد بالإيه؟ بالأمطار. ده صورة حسية وصورة معنوية للتقريب، يعني تشبيه تمثيلي برضه، ده تشبيه تمثيلي. شبه حالة الذكر وهو يحيي القلب بحالة المطر وهو يحيي البلاد. بس خلي بالك في فرق ما بين الصورتين. الصورة الأولية قال لك في الربيع والشجر صح؟ يعني كانت الأرض جرداء ولا مليانة؟ يعني كانت الأرض فيها شجر وفيها ثمر، كانت محتاجة الذكر برضو ولا لأ؟ لاستمرار النعمة صح؟ طيب البلاد هنا يقصد بقى البلاد ما فيهاش أي حاجة، بلد صحراء مش كده؟ ونزل على المطر أحياء صح؟ آه، هم حال اتنين مؤمنين، مؤمن يعمل ويصلي ويذكي فهو في حالة ربيع مش كده؟ ومع ذلك القرآن مهم لا عشان يحافظ على ربيعه صح؟ طب والتاني رجل لا يعمل، رجل في حالة كأنه بلد خاوية مش كده؟ ماذا يفيدها أيضا؟ فالقرآن يفيد الاثنين، يفيد من لم يبدأ بعد وأرضه يعني قحط زي ما بنقول صح؟ فماذا يفعل فيها القرآن؟ يحييه. ويفيد من يعمل وهو على تقوى وهو. إذن في فرق ما بين الصورتين صح؟ الصورة الأولانية أن عمر بن عبد العزيز هل أرضه قحط؟ نعم، ده سيدنا عمر بن عبد العزيز له من الأعمال، إذا لا تغتر بعملك، فأنت أيضا تحتاج إلى الإيه؟ إلى القرآن لكي تزيد عملك نضارة وقوة. طب الصورة الثانية بقى لمين؟ إذا ليس تكرارا ها؟ يعني مش تكرار، في فرق ما بين الصورة الأولانية والصورة اللي يا شباب الثانية. أخيرا، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه. صح، العلم على فكرة العلم ممكن يقصد به القرآن ويقصد به العلوم عامة، لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ إن القلوب لا تصدق وإن جلاءها القرآن. يعني إيه القلوب لا تصدق؟ ساعات أنت بتبقى في رمضان كده يا سلام ما شاء الله عليك، صيام اثنين ثلاث أربع أيام في أول رمضان كده، تلاقي قلبك بقى إيه؟ نور كده وقريت قرآن واستهديت بالله والصلاة ظبطت، تحس بقى أن أنت بدأت تبقى بني آدم صح، بني آدم كويس مش كده؟ ده اسمه إيه بقى كده؟ قلبك ملأ هو إيمان، وتزداد تزداد لغاية بقى لما تيجي العشر الأواخر من رمضان تزداد بعد رمضان بعد العيد ايه اللي حصل؟ الايمان نقص. وده حقيقه الرسول صلى الله عليه وسلم اطمئن ما تخافش، الرسول قال كده الايمان يزيد ايه؟ وينقص، بس يزيد بالعمل وينقص بالذنوب مش كده؟ طب بعد ايه اللي بيحصل؟ الواحد يبدا ايه؟ يتكاسل،
ويتكاسل. يبدأ اللي يحصل بقى في القلب ايه؟ يكسل، والصلاة تبقى تقيل، وتفوتوا صلوات. ده اسمه ايه بقى؟ صدع. عارف لما الحديد يصدي؟ عارف لما يكون حاجة لمعة كده بدأت تظهر فيها نقط سودة كده؟ اهو ده القلب بتاعك بدأ يصدي. طب لو سبته يصدي اكتر، طب عايز تنضفه تاني؟ القرآن، مش تصلي. القرآن الرسول قال كده عليه السلام: ان القلوب لا تصدع وان جلاءها ها القرآن. اقرا قرآن، اقرا بس ردد القرآن كده. فلذلك هو بيقول لك اهو: والعلم يجلو العمى عن القلوب. العلم هو اللي بيشيل العمى. وافضل العلم الايه يا شباب؟ القرآن. وافضل الذكر الايه؟ ما هو قراءه القرآن ذكر، واعلى مراتب الذكر القرآن. طب استاذ ما انا عايز ادعي. ما هو انت لو انشغلت بالقرآن عن الدعاء سيعطيك الله خيرا مما تدعي. يعني انت عايز تدعي وعايز تقرا قرآن، فقريت قرآن يوم ربنا يعمل لك ايه؟ انت كنت هتساله حاجه، فانت انشغلت بالقرآن عن الحاجه دي، يوم يديلك ايه؟ افضل من الحاجه اللي انت كنت عايزها. ما انت ممكن تدعي حاجه غلط اصلا، نفسي في حاجه وتدعي حاجه غلط. نفسي اخش كل الطب، وانت لو دخلت الطب مش هتعمل اي حاجه، فمش ماشيه معاك الطب دي، يوم ربنا يبدلها لك بحاجه ثانيه يا اخي. اللهم صل على محمد. كما سواد الظلمه القمر. رجع بقى لايه؟ سوره اخرى. العلم بيشيل السواد عن القلب. زي ايه كده؟ زي ما البدر بيطلع في السماء يقوم يعمل ايه؟ ينشيل الظلام. على فكره هنا برده كما يجلي، عفوا، هي كما يجلي، كما يجلي سواد الظلمه القمر. يبقى القمر بيعمل بيضرب مثلا. كما القمر يزيل الظلمة من السماء، فالعلم يزيل الظلمة ويزيل الجهل عن القلب. لسه هتقول ما نتعلم ليه؟ ناس كتيرة جدا يقول لك احنا بنتعلم ليه؟ وناس الكبار انت هتعملوا ايه بالعلام اللي انت بتتعلموه ده؟ هتعملوا بيه ايه؟ مفيش فايدة يا ولاد. الناس السوداوية دي سيبكم منها. عشان العلم مش بس عشان نشتغل بيه، مش بس عشان شهادة نروح نتباهى بيها ونعلقها في الصالون، وابويا يقول ابن الدكتور راح، وامي تقول ابن الباشمهندس جه. مش العلم مش عشان كده يا جماعه، والله العلم ما عشان كده. العلم ارقى واحلى من كده مليون مره، وهيرفعك فوق 100 درجه فوق الدكتور المهندس. فلذلك قال لك برضه، لاحظ هنا معلش برضه في الجمله ديت: كما يجلي سواد الظلمه القمر. ده تقسيم تاخير. كما القمر فاعل مش القصر يعني. كما يجلي، يجلي يعني يزيل، يوضح يعني ويزيل الظلمه. القمر فاعل برضو تشبيه صح؟ ولك يعني أن تجعل الظلم استعارة تصريحية، أو العامة استعارة تصريحية. لن يقصد بالعامة هنا يا شباب الجهل. سواد طبعا والقمر بينهم طباق، خلي بالك. والأساليب يجلي سواد الظلمة القمر، ده وسيلة التقديم فقط. تعال بقى التعليق فيه. يندرج النص ده تحت قلنا غرض ايه؟ النصح والإرشاد والحكمة. وبيئة النص، ينتبه هذا النص إلى العصر يا شباب الآموي، خلي بالكم. أثر البيئة، انعكاس الثقافة الإسلامية على الألفاظ، توافد الشعراء على الحكام. ما هو مش كان بينصح مين هنا؟ فاكرين عمر بن إيه؟ ابن عبد العزيز. الموسيقى، موسيقى خارجية. كنت لسه النهاردة بقول لأولاد زمايلكم يعني إيه موسيقى خارجية وداخلية. الموسيقى أصلها انسجام، انسجام عكسها نشاز. لما تنسجم النغمات تدي موسيقى تسمعها الأذن، فنسميها موسيقى خارجية. لكن لما تنسجم المعنويات، يعني الأفكار مترابطة والعاطفة مشية مع الألفاظ، ده يعطي انسجام داخلي بس ملوش صوت، يبقى اسمه موسيقى داخلية. يبقى الموسيقى الخارجية تنشأ من إيه؟ من وحدة الوزن، من القافية، من بعض المحسنات البدائية كالتصريع وحسن التقسيم مثلا، اسمها موسيقى مسموعة، فبنسميها موسيقى إيه؟ خارجية. لكن الموسيقى اللي بتنشأ عن الانسجام الداخلي في الأبيات بين الأفكار وبين الألفاظ وبين العاطفة، نسميها موسيقى إيه شباب دي بقى؟ داخلي. فهمنا؟ طيب نيجي بقى لسمات الشاعر عموما. تنوع الأسلوب طبعا بالخبر الإنشاء، ودي حتة أنا بلح عليها لو سمحتم. كذا نص نقول لكم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لكم تنوع الأسلوب في هذا الشعر الحكيم، نقول لكم تنوع الأسلوب في الشعر. ليه؟ عشان لما تكتب أنت لو سمحت احرص على تنويع أسلوبك بين الخبر وبين، يعني موضوع التعبير من ضمن الحاجات اللي تخليه أو تخلي موضوعك جيد وجميل، إنك تنوع بين أسلوبك الخبري وليه والإنشاء. التأثر بالقرآن الكريم صح؟ زي بسم الله والسور إلى آخره، سورة الألفاظ، الإكثار من التقديم والتأخير، استخدام المحسنات، اللغة سهلة مبشرة خطبية. خطبية يعني يا أولادي؟ لا يعني هل إحنا، هل الشاعر بيميل إلى تستنتج المعنى ولا بيديك المعنى جاهز؟ لا،
لا حط مش هفهمكم انا انا برضو بدات السؤال بسرعه غلط فهموا بس. لما الرسول حكى السفينه اللي فيها الناس ناس فوق وناس تحت، الناس اللي فوق بيجيبوا المية على طول، انما الناس اللي تحت بيعملوا ايه؟ لازم يطلعوا فوق يجيبوا المية ينزلوا تحت. فالناس اللي تحت قالوا نعمل ايه؟ نفتح في نصيبنا خرقا. عارفين الحديث ده حديث يعني. فالرسول قال ايه؟ لو سابوهم لا ضاعوا، لو اللي فوق سابوهم السفينه هتغرق، ولو فوق لو اللي فوق ضربوا على ايديهم السفينه هتنجو، مش كده؟ لا. هل الرسول يقصد السفينه فعلا ولا يقصد المجتمع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهمت المعنى؟ يبقى انت حكايه السفينه دي حكايه اسمها حكايه رمزيه، انا استفدت انا، يبقى ده تعبير غير مباشر، ده اسمه تعبير غير ايه؟ لكن لما الشعر يقول لك اتق الله والحكمه مش عارف ايه واعمل ايه، ده اسلوب ايه بقى؟ خطابي مباشر. فهمت اقصد ايه بالخطابيه المباشره؟ الاكثر من التشبيهات طبعا استعراض الغالب. ماشي مفجي، ماشي ماشي صح. هل معنى برضه كنت لسه هكمل كلامي، هل معنى ان اسلوب الشعر مباشر ان كله مباشر، ولا احيانا ممكن يعني يرمز لاشياء ثم يعود، لكن الغالب على اسلوبه ايه؟ المباشره والخطابيه. الاكثر من التشبيهات وضوح الفكر وعدم وجود ترابط ايه بينها. بيقول لي بعد كده متدين طبعا، حكيم مجرب زاهد صادق، ده عن نص العلم في الحياه.